تاني النهاردة لازم نتكلم فيها، وهو خبر تاني لثلاث أطفال من روسيا اتمكنوا من ان هم يلاقوا عظمه لفيل الماموس. عايزه اقول لكم ان فيل الماموس انقرض من اكتر من 10,000 سنه. طبعا ده اكتشاف نادر جدا. المهم ان الاطفال الثلاثه قرروا التبرع بعظمه الماموس لصالح حديقه مجموعه الحفريات البيولوجيه في المنطقه. دايما في برنامجنا بنشجع الاطفال على الابتكار والاكتشاف، دايما بنوريكم اماكن مليانه حاجات تنمي مواهب اطفالنا، زي مثلا مركز الابداع او متحف الطفل للحضاره والابداع اللي كان لينا نصيب وعملنا فيه حفله قويه، عملنا فيه حلقه قويه جدا معاكم، ورحنا وشفنا الاطفال قد ايه استمتعوا جدا بالرحله دي. السوشيال ميديا يا جماعه ليه اضرار كتير جدا، عشان كده خلي بالكم من ولادكم، خليهم يلعبوا ويخرجوا ويكتشفوا، مين عالم يمكن يرجعوا لكم بكنز.